فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. والحسد هو كما ذكرنا تمني زوال النعمة عن المحسود، وهو خلق ذميم، فهذا فيه التحذير من الحسد لأهل الإيمان، وأن نعرف لأهل الفضل فضلهم، وأن لا نحسدهم على ما أعطاهم الله، لكن ينبغي أن نسأل الله أن يعطينا مثلهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه في سبيل الله، ورجل آتاه الله علما فهو يعلمه ويعمل به، فيراه من يراه فيتمنى أن يكون مثله. وهذا فيه خير، تمني أن تكون مثل أهل الخير هذا فيه خير، وتؤجر عليه، تؤجر على نيتك الصالحة. أما إذا تمنيت زوال النعمة فهذا هو الحسد المذموم. فالحسد على قسمين: حسد مذموم وهو تمني زوال النعمة عن المحسود، وحسد محمود وهو تمني أن تكون مثل أهل الخير، تعمل بعملهم وتنال مثل أجرهم. نعم.